في عام 1931 ادعى المخترع نيكولا تسلا أنه استطاع صناعة شعاع الموت. لم يكن أول من حاول أن يكمل هذا النوع من الاختراع، لكن شعاع الموت الذي صنعه تسلا قد يكون الأقرب للنجاح. واستخدم المخترع جسيمات مشحونة تطلق على الشخص لتقتله فوراً. في عام 1954 نجح المخترع الروسي فلاديمير ديميخوف في زرع الرأس والكتفين والساقين الأمامية لجرو صغير على جانب عنق كلب بالغ، وظل الرأسان واعيين وناشطين يأكلان ويشربان حتى مات المخلوق بعد بضعة أيام من العملية. وكرر ديميخوف هذه التجربة المخيفة عدة مرات. طور سيرجي باروخونينكو، وهو طبيب سوفيتي سابق، ما أسماه بالحاقن الذاتي، وهو جهاز للرئة القلبية يهدف إلى إبقاء رأس الكلب حياً في الوقت الذي يتم فيه فصله عن جسمه. وأكد المخترع أن اختراعه العلمي أثبت نجاحه في بعض الحالات. في عام 1931 قرر وينثروب كيلوج إحضار شمبانزي تبلغ من العمر 7 أشهر في منزله، وقام بتربيتها إلى جانب ابنه دونالد البالغ من العمر 10 أشهر كما لو كان الشمبانزي إنساناً. قام كيلوج بدراسة الطفل والقرد بانتظام لتتبع تطورهما، والمثير للدهشة أن القرد حقق نتائجاً أفضل من دونالد في جميع الاختبارات باستثناء اختبار واحد، وهو المهارات اللغوية. في أوائل القرن 19 كان الشاب ستابينيز فيفرت يتدرب ليصبح طبيباً في فيلادلفيا، ودرس فيفرت عن كثب مرض الحمى الصفراء الذي أهلك سكان المنطقة قبل 7 سنوات. وعندما توصل فيفرت لاكتشاف مهم، وهو أن الحمى غير معدية، أراد أن يثبت هذا الاكتشاف للعامة على طريقته الخاصة. ولدهشة الجميع وقتها قام فيفرت بصب وعاء كامل من استفراغ مريض مصاب بالحمى الصفراء داخل عينيه وجروحه فقط ليؤكد نظريته. في عام 1986 سعى شاب هندي يدعى نيليم خير وعمره 28 سنة لإثبات أن الثعابين السامة لا تهاجم الشخص إلا إذا تم استفزازها أو تخويفها. فقضى أكثر من 72 ساعة معزولاً وحده بداخل قفص مع 72 ثعبان من 4 فصائل هي أكثر فصائل الثعابين سمومية وخطورة. عاملهم بلطف ولم يربكهم، وكان يزيلهم من على جسده برفق حين يزحف عليه، ونجح في اجتياز التجربة بدون عضة واحدة محققاً رقماً قياسي. أما أكثر التجارب العلمية جنوناً هو الشخص الذي يظهر في الصورة واسمه نيكولاي مينوفيتشي، عالم روماني كان مهووساً بمعرفة ما يحدث لجسم الإنسان أثناء الشنق. في الواقع كتب مقالاً قام فيه بتحليل ما يقرب من 200 حالة لأشخاص تم شنقهم والعوامل التي أثرت في العملية، مثل نوع عقدة الحبل ووزن الشخص وحتى جنسه. لم يكن مينوفيتشي سعيداً بمجرد القراءة عن الأشخاص الذين تم إعدامهم وتحليل هذه الحوادث بهذه الطريقة، لقد أراد أن يعرف كيف يشعر الشخص المشنوق حقاً. لذلك بدأ سلسلة من التجارب الغريبة والخطيرة. في البداية أجرى بعض الاختبارات الأولية بحبل غير متقلص وعلق نفسه 6 مرات لـ7 ثوان ليعتاد على ذلك. ولكن بالرغم من أن مينوفيتشي نفسه كتب في ملاحظاته أن الألم لا يطاق تقريباً، فقد كان مصمماً على تجربة شعور الإعدام شنقاً، لذلك زاد من مستوى خطورة التجارب. وضع هو وبعض مساعديه رؤوسهم في حبل عادي وطلبوا من أحد المساعدين تعليقهم 12 مرة على التوالي. عند وصف التجارب السابقة اعتذر مينوفيتشي مراراً وتكراراً قائلاً أن على الرغم من كل شجاعته لم يستطع تحمل التجربة لأكثر من 3 أو 4 ثواني. وفشل مينوفيتشي في العثور على أي نتائج ملموسة من سلسلة عمليات الشنق التي قام بها لنفسه، والتي بلغ عددها الإجمالي حوالي 12. وكان الشيء الوحيد الملموس الذي كان يمكنه العثور عليه هو الموت. لذلك تم ترشيح نيكولاي مينوفيتشي وأبحاثه لتكون أغرب سلسلة تجارب في التاريخ وأكثرها جنوناً. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آرائكم في التعليقات.